أهلا بكم جميعا، كيف حالكم؟ طبعا بشرح منهج Introduction to MATLAB Basics HDI. Okay. Page number 7 صفحة 7 اسمها MATLAB Modes of Operation و MATLAB as a Calculator. يعني MATLAB as a calculator، يعني ازاي تستخدم MATLAB كأنه آلة حاسبة. كل بسط، لو قلت مثلا 1 + 2 = 3 تساوي 7. ليه؟ لأنه بيضرب الأول الاتنين في التلاتة، بعدين يجمعها على الواحد، 2 × 6 + 1 = 7. طبعا كل العمليات الحسابية الفردية عادي، يعني ممكن تقول 1 + 2 = 3، تقسم تجمع تضرب، مفيش أي مشكلة. في اكسرسايز كده حلو في صفحة 10 يقول ايه: evaluate the following MATLAB expressions by calculator using MATLAB to check the answers. يعني هتعمل شوية عمليات حسابية MATLAB وتشوف الإجابات تطلع معاك ايه. 2 + 3 = 5 17. طبعا لاحظ ان العمليات الحسابية الضرب بيعمله الاول، تمام، وهنتعرض في العمليات الحسابية دي قدام. 7 + 10 + 14 = 5 يبقى يعمل 14 × 5 ويجمع 10 ويجمع -10 و7، يعني يقول 14 × 5 + -10 + 7 يدي 7. سبعة ناقص 10 + 14 × 5 تمام. في حاجة ملحوظة، طبعا لو عايز ترجع للعملية انت عملتها قبل كده ممكن تدوس من الكيبورد على الزر ده. الكيبورد بيبقى عبارة عن 3 أزرار، في زر عامل كده، لو دوست عليه يطلعك الخطوة دي. طيب 3 × 4 = 18 = 6. ده exercise point 1. To use MATLAB to compute expression like this: z = x + y given x = y = كذا. أي expression في الدنيا x و y و z، تمام. علشان تعمل عملية لازم تسجل قيم للx أو الy أو الz، مش لازم x، ممكن أي عدد تاني، يعني a مثلا بيساوي 1، سجلته في الذاكرة a بيساوي 1، أو b بتساوي 2، c بتساوي a plus b يعني 3. لو كان a بتساوي 2 b بتساوي 3، كل كل expression الآتي. ممكن تدخل ال c في عملية تالتة، بحيث انك تحط y مثلا كمتغير وتحط مثلا a في b في c، يبقى كده هيضرب 1 × 2 × 3 = 6. ممكن برضو تسجل، لاحظ انك لو كتبت قيمة جديدة لل a هتتسجل مكان القيمة القديمة. يعني قلت a بتساوي 2، هتلاقي اتسجلت هنا في الحتة دي value = 2. يعني لو دخلت a في عملية حسابية جديدة مش هيقول انها 1 زي اللي فاتت دي، لا، هيتعامل مع ال a كرقم جديد بيساوي 2. دي مهمة جدا. ممكن بقى اي عملية رياضية تطبق عليها نفس الفكرة، يعني ممكن تقول ان ال a بتساوي 2، ال y مثلا بتساوي a سكوير، a تربيع، بتدوس شيفت 6 يعمل لك السكوير 4. طيب الكيوب مثلا متغير تالت بتساوي الواي سكوير زائد اكس في واي، اكس مش موجودة، زائد مثلا بي في واي. هاي الواي متسجلة عند الواي بـ4، عند البي بـ2،
تمام، وعندي كده هياخد اخر قيمة للواي تبقى 4 سكوير ب16 زائد البي بكام؟ ب2، 2 في واي، 2 في 4 ب8، يبقى 16 زائد 8 ب24 مثلا. اي عملية حسابية بقى قيس عليها زي الشكل. وده كده انتهينا من exercise 1.7 صفحة 10. هو طبعا انا عشان الكيبورد عندي معلق شوية، فانا غيرت يعني الحروف، بدل A بدل X كتبت مثلا Q او اي حاجة، كان نفس الفكرة يعني. وشكرا.